طبعاً الزراعة هي في محافظة لحج هي تعتبر كانت المصدر الأساسي والرئيسي في سبل العيش. الانخفاض القوي دائماً يكون في أمطار كثيرة وغزيرة فيسبب إنه يقول لك تكون في يقلل من الزراعة أو إن أحياناً يلقي الموسم بشكل عام. محافظة لحج طبعا كانت بشكل عام كانت سابقا تعتمد على يمكن 80% زراعة، انما الان ممكن تقول يمكن 30% الجفاف، احيانا الامطار والسيول تؤدي، احيانا يعني ما فيش دعمهم يعني مثلا زي البذور زي فقلت الزراعة في المحافظة. سيول كبيرة ادى الى تدمير اغلب المزارع. برضه قلة الأمطار يعني شحيحة في لحج بشكل عام أو في المقول باليمن حتى ممكن بشكل عام، إنما ما فيش البديل دائما إلا أما إنهم يحفروا آبار، والآبار هذه طبعا مكلفة كثير توصل لملايين، فيكون أحيانا أغلب الأشخاص حتى باعوا أراضيهم ورجعوها سكنية. احنا اول حاجة نروح ننزل او نشوف المشكلة يعني، وبعد كده نحاول ان نجلس مع كل طرف لحالة، وبعدين نتعامل معهم مع بعض ونقوم نحل النزاع هذا ونوعي الناس ان الزراعة هي مفيدة للآخر ولو بمبلغ بسيط. النساء تمثل الأم والأخت والزوجة، والنساء يجب عليهم أن يكونوا هم القدوة الحسنة في تغيير المجتمع بشكل عام.